هنا جينا ناخدو اللحم، هذا هو الجزار اللي رانا ناخدو عندو اللحم. نوريكم هنايا واحد الا باغي يغسل يدو. كيف ما كتعرفوا في اوروبا ما يمكنناش نذبحوا في الديور، فمحيت كنشريو العيد من عند الجزار كيوصلنا بعد العيد بيومين حتى 3 ايام، فكنضطروا قبل نمشيو نشريو اللحم من عند الجزار، وباش الا جاو الضيوف عندنا اولا حنايا كنبغيو نشويو هكا ونديروا الاجواء ديال العيد كنشويو على خاطرنا، عاد كيجينا العيد من بعد. فعيد مبارك سعيد وهانتوما معنا. السلام عليكم، عيد مبارك سعيد. هذا النهار راه عيد الاضحى، واكيد جيت نحتفل مع وليداتي هنايا في هذه الارض، في هذه الدار ديال الجرده. ايوا هذا هو الفطور ديالنا، هاني مازال كنوجد فيه. بسلامه خيركم، هذا هو الفطور. المهم ان شاء الله غادي نشارك معكم جميع الاجواء ديال العيد ان شاء الله. بالنسبه للجو راه مغيم، ولكن كيقولوا بان في مع ثلاثة ونص ان شاء الله غادي تطلق الشمس، او نتمنوا خير. ايوا هادشي اللي كاين. عيد مبارك سعيد للجميع. حنا بدينا كنفطروا وسلامت خيركم. هادشي اللي كاين، كلشي كيقول لكم عيد مبارك سعيد. بعد ما سالينا الفطور جمعت الدنيا وصلت الماينات وقديتهم باش بلاتي شويه ان شاء الله غادي نشويو. ايوا ان شاء الله يا ربي يجينا شي جو حتى هو يكون زوين يا ربي. على الله مع الثلاثه قالوا غادي يجي الشميشه، احنا كننتظروها ان شاء الله. وفي هذه الاثناء خرجنا باش نكملوا على الغرس ديال هذه الشجيره كذلك اللي جاب لي الزوج ديالي من المغرب. كنا ديجا غرسنا وحده لها، ها هياك، ها هي، لان جاب لي وحده برتقاله وحده ليمونه، عندهم تقريبا نفس الاوراق ما قدرتش نميز. ها الاولى غرسناها، دابا ها هي الثانيه ان شاء الله غادي نغرسوها. هذه التربه جايه من المغرب، هذه التربه ديال المغرب، سبحان الله فرق ما بين التربه ديال المغرب هذا اللون ديالها كي داير والتربه ديال هولندا، سبحان الله. ها فين غادي نغرسوها، حفرنا لها هنايا العمق ديال تقريبا متر لارب، ايوا غادي نديروها تما. هنا جاو عندي الضيوف ورحنا كنديروا الباربيكيو كنشعلوه، وهنايا عندي اللحمه ديالي غادي نصوب لهم قطيبات وكذلك كفيته. هنا دايره قطيبات ديال اللحم، هنا الكفته، هنا قطيبات ديال الدجاج، هنا الكوتليت، وهنا دايره الكبده. فان شاء الله غنقد لهم شي ديك الشيء وغادي نصور معكم.
هنا بدينا نعمرو، يعني من بعد ما عمرت صوت الكفته ومازال كنكورها بدينا كنعمرو شويه باش نشويوها. واخا الجو مازال كاين شي ريح والشتا راه بدات، واخا هكاك دايرين الاجواء ديال العيد. الشتا بغزاره، واخا هكاك راه النافخ كيتصاوب. الشتا في غزاره، الحمد لله هاد الخيام هادو كينفعونا كيفما كتلاحظوا. الشتا مجهدة، ماما وانا مثلا كنكور في الكفتة على ما تصحى الدنيا. الشتا كاينه من بعد ما ساليت التكوار ديال الكفته، دابا غادي ندير قطيبات حتى هما نعمرهم. وهنا بديت نعمر القطبان، سالينا بشوي ديال الكفته راهم كياكلوا، ودابا غادي نشوي القطيبات. وراني كنعمر كذلك القطيبات ديال الدجاج. ايوا نتوما معنا وبصحة الناس اللي جاوا، ماشي ناس اي خلق احباب. ايوا هادشي اللي كاين، غنمشي شوي. والشتا الحمد لله فترات، اللهم لك الحمد. غنشوي القطيبات ديال الدجاج وعاد غادي ندوز ان شاء الله نمشي نشوي الكبده. المهم انا ساليت تمر القطبان، دابا الكبده غادي نمشي حتى هي نشويها. وهنايا الكوتليت راه حنا بدينا نشوي فيه، بقى غير هذا الشيء. ايوا وهذا الشيء اللي كاين. وبسلامة خيركم، وهذو هما الاجواء ديال العيد اللي كنديروه هنايا في هولندا. وهذا هو العيد هكا كندوزوه. ها هو الكوتليت كيتشوى، اتاي كيسخن. وهي هذه الطبيله من بعد ما جاو مشاو الناس اللي زارونا، الله يجازيهم بخير. وحنا مازالين كنشويو، وان شاء الله غادي تجي الشميشه ان شاء الله. كيف ما قلت لكم الميتيو قالنا بان مور 3 د العشيه غادي تكون الشميشه، ففعلا الحمد لله جات الشميشه وحا كينشد الريح. المهم مشاو الضيوف ديالي، جمعت كامل كل شيء، ودابا غادي نستأنفو
الغريس ديال ديك الشجيرات اللي نديرو الغبار. واو ما انتم كتشوفوا الدجيجات قداش رجعوا. دابا ما غاديش بقى نقول لهم فليسات، غنبقى نقول لهم دجيجات، لان ما شاء الله كبروا ما شاء الله. وحنا كنديروا الغبار للشجيره، لان فين تبدينا الغريس ديالها كانوا جاونا الضيوف، ومن بعد بقات كتصب الشتاء، ودابا بحيث ديال الحال غادي نكملوا الغريس، يعني غرسناها نهار العيد، هادي تغرسات نهار العيد. الله تكون شجره مبروكه ان شاء الله. وهاد البلاصه كنحفروا لها باش غادي نديروا بحال هاد الغرسه هذه ديال الورود، نديروها هنايا الغرسه ها هي ها هي هذه، غادي نحيدوها ونديروها قدام اختها باش كتعطي جماليه ومنظر للدخله. بالنسبه للداليا هي فرحنا حفرنا لها، وغادي نمشيو دابا نغرسوها. ها هي بالنسبه للداليا الاولى اللي كنا ديجا زرعناها، هي هي دارت واحد الوريقات ان شاء الله تكبر مزيان. وبالنسبه لهاد الداليا هذه ديال المغرب، جابتها لي صاحبتي الله يجازيها بها خير، الله يجازيها بخير. ها هي حفرنا لها هنايا قدام اختها، كاين ثلاثة، كاين ثلاثة ديال العويدات. غادي نزرعوهم هنا ان شاء الله، ولا غادي نغرسوهم هنا ان شاء الله. احنا غرسنا الاولى ومازالين جوج اخرين، ها هي حدا تغرسات ومازالين ان شاء الله غادي نعاوتاني نحفروا جوج اخرين. وهنا درنا عاوتاني وحده اخرى قبالة الاخرى، درنا وحده اخرى. كيف ما قلت لكم سابقا وحده غرسناها هنا وحده قبالتها، ما بغيتش نزطب في الفول، غرسنا وحده عاوتاني لها ها هي، وهذه الثالث الرابع هذه غادي نغرسوها كذلك هنا، والرابعه حنا حفرنا لها هنايا. ها هي ها هي الثالثه، ها هما الوريقات ديالها، وهي وحده هنايا هذه هي الثالثه، هذه هي الرابعه. المهم تما راه كاين كرمه، تما كاين حب الملوك، برقوقه هنايا، هنا التينه، هنايا ليمونه، وهنايا دابا درنا ثلاث اربعه ديال الداليات. على الله ان شاء الله يصدقوا، والعام الجاي ان شاء الله نشوفوهم كبروا الى لقينا بالعمر ان شاء الله، وكل شيء
المكتب الله. وهذا الفول كيف ما كتشوفوا، وهنايا كاين خوم الدجاج. ايوا حنا مستمرين ان شاء الله عاوتاني غدا خدمه جديده. ومبروك عيدكم مره اخرى.